مرحبا يو جايز، الفيديو اليوم انا كثير متحمسه اشاركه معكم، لانه اليوم رح اكون عم فرجيكم اكثر فيديو انتم بتحبوا تحضروه يلي هو الكولكتيف وول. بيزيك رح اكون عم فرجيكم باخر شهر يلي هو شهر اب شو هي القصص اللي انا شريتهم وزدتهم بارادتي على البيوتي كولكشن تبعهم، كانوا ميك اب سكين كير هير برودكتس وات ايفر خاصهم بالبيوتي، او شو هي القصص اللي وصلوا فور فري من براندز او من بيجز حتى انا اجرب لكم اياها واعطيكم عنهم ريفيوز. بس قبل ما فرجيكم كل هول القصص الحلوة اللي زدناها بهذا الشهر، ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب تدوا جرس هون حطكم سبسكرايب لما تعرفوا لفيديو مطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. على سريع الميك اب على وجهي، اذا طلع الفيديو رح احط لكم اياه بزيت تشيم بخانه المعلومات تحت، اذا ما طلع رح بتلاقوا على طول بخانه المعلومات تحت كل شيء حطه على وجهي ديسكاونت كود ما بتلاقون كثير تفاصيل غير. كولكتيف هول اللي ما بيعرف هو فيديو مقسوم لتو بارتس، اول بارت فرجيكم القصص اللي انا اشتريتها، ثاني بارت بيكون البي ار بارت. سو في عالم ما بهمها تشوف بس القصص اللي انا اشتريتها، بهمها بس تشوف اللي انا وصلت فور فري. سو حط لكم اول شيء بخانه المعلومات تحت وين ببلش البي ار بارت. هذا الفيديو از نوت تو براغ انا شو بيصير لي او انا شو قادره اشتري، هذا الفيديو بيزيكلي رح تخبركم شو القصص اللي انا صورت لكم عنهم فيرست امبريشن على تيك توك ذات ار كومينج، او شو القصص اللي توقع اشوف عنهم ريفيوز فيري سون. سو بيزيكلي اذا انتم بتحبوا تحضروا بس القصص انا شريتها بتعرفوا وين يخلص البارت اللي بتحبوا تحضروا، واذا بتحبوا تحضروا البي ار بارت بتعرفوا وين ببلش البارت اللي انتم بتحبوا تحضروا، اذا بتحبوا تحضروا ذا تو بارتس او كل الفيديو اي لاف يو الات فور ذات. سو وي هاف ا لوت شهر اب انا عم بتطلع قبل ما اجمع الاغراض حتى اجيب اصور هذا الفيديو، قلت لحالي ماني شاري كثير هذا الشهر، بعدين بلشت حضرت حتى اسوي لكم هذا الفيديو وعرفت انه جايبه كثير قصص هذا الشهر. I need some control، بدي كتير خفيف مشتريتي بالشهر الجاي، عم بقول لحالي هيك وبتشوفوني بالشهر الجاي شاري كتير قصص. Anyway رح تسمعوني عن 90% من البرودكتس قلت لكم عم صور لهم تيك توك فيديو او صورت لهم فيرست امبريشن على تيك توك فيديو، رح جرب ما اقول هيدي الجمله افلق لكم فيها بس اعرفوا انه كل شيء يا اما صورت له يا اما رح صور له تيك توك فيديو. So انا بحب خلي تليفوني حدي وبصور كل شيء انا بشتري او بيصلي حتى ما انسى ولا اي غرض. بس بدي افرجيكم الكولكتيف هول، رح نبلش هلا بالقصص اللي انا شريتها. اول شيء عملت اوردر من عند بيج اسمها يوري سمارت، اي ثينك اسمها يوري سمارت. هلا انفورشنتلي هدول البيجز كلهم ما بيساعوا بخانه المعلومات تحت، لانه انا على طول بعبي لكم اياها وذ ا لوت اوف انفو خاصهم بانا شو حط على وجهي وين بتلاقون او فيديوز انا عملتهم بيساعدوكم. سو ما رح تلاقون بس كنا وقعنا الدنيا. انا مش خاص بخلي كل اغلاط الفيديوز لانه بايس بيرفكت. anyway كنت عم بقول لكم انه اذا بتعملوا سيرش على الاسامي رح بتلاقون بسهوله. اي ثينك اتس يوري سمارت اذا ماني مغلطه. سو اول شيء عملت من عندها اوردر كثير كبير وكان في بهذا الاوردر بدل. سو قبل بمره كنت عامله من عندهم اوردر وفي شغله كان ما بعثت لي غلط سو بدلوا لي اياها. الشغله الغلط هي اللي صار البديل لها هو الالف هولي هايدريشن، هيدا الكلانزنج بوم. سو جبته الفول سايز مع انه عندي الساتيا اللي فيه منيز. سو هيدا هو البرودكت اللي كان بدي اياه بالماضي وصل لي انستد اوف ذس الموسترايزر. انا ما كان بدي الموسترايزر كان بدي ذس وان. هلا بالنسبه للبرودكتس اللي انا اشتريتهم كيب ان مايند انه وصل لي جيفت وذ بيرتشس رح بتشوفوها بثاني بارت بالفيديو. اول شيء اشتريت من فيزيشنز فورمولا فيو برودكتس لانه انا كثير بحب فيزيشنز فورمولا. اشتريت الباتر بليف ات، كلهم اسمه باتر بليف ات على فكره الكولكشن. هيدي المورو مورو باتر ساتينج سبراي سكين ميست. جبت كمان باتر بليف ات فيس باودر يلي هي ريلي نايس باودر اسمها شيد هو كريمي ناتشر. اجين كل هول الفيديو كل هول البرودكتس بلا ما نقول صورت عنهم تيك توك فيديوز يا اما نزلوا يا اما رح ينزلوا فيري سون. جبت كمان الباتر بليف ات باتي برايمر، وعلى فكره انا بصور على مطرح هو على الطريق سو اذا سمعتوا ضجه حتى تعرفوا ليش. جبت كمان من عندها another shade of the essence pure nude baked highlighter. سو انا اوريدي كان عندي شيد من هيدا، هالمره جبته بالشيد 5 يلي هو بريتي بيتش وكثير حلو هيدا البلاش. اتس اي جلوبي بلاش خارج كل يوم. جبت من عندهم هيدا البروفيوجن برايت لايت باستيل لاينر، هو هيك لونه اكزاكتلي هيدا اللون كثير حلو لونه. وجبت من عندها كمان من نيكس this is a milky gloss، هيدا a gloss that's milky literally milky على الشفاف، هيدا بالشيد cookies and milk. وجبت كمان من عندها هيدا البالت من لوريال يلي هي true match lumi glow nude palette، كتير حلوة هيدا البالت رح افرجيكم اياها بطريقة احسن. وهيدا بالشيد 750 sun kissed. وجبت بعد من عنده اي ثينك هذا اخر برودكت انا جبته من عنده، الباقي هن جيفت برشس رح تشوفوهم بثاني بارت من الفيديو، هو ذا فايرل
فاونديشن يلي اكثر شيء لانا عم تحكي عنه وتحبه هو هيدا من كفر جيرل اسمه سيمبلي ايجلس سكين بيرفكتور اسنس. هيدا جبته بشي 30 يلي هو لايت ميديوم. عملت مش لحظه عملت اوردر من عند زيت ستور لانه كان نازل عندهم قبل غيرهم البرودكتس الجديده تبع زينا and I wanted to try them. So زينا طلعوا new products and these are really really nice. Already نزلوا الفيديوز عن البرايمر and the foundation. So طلعوا a matte face primer كتير حلو وطلعوا a matte foundation high coverage foundation. انا بالنسبه لي جبته بالشيد 20 اللي هو لايت بيج and it was light beige and it was a really good shade match. كمان طلعوا قلم اسود اللي اسمه extreme black eye pencil. طلعوا كمان لحظه حتى افرجيكم اياه هون brow mascara a colored brow gel mascara. جبتها انا بالشيد الثانيه اللي هي لايت اللي هي افتح ودي and this is really 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 nice. هلا هدول تو برودكتس ما نوجد من عندهم بس انا جبتهم anyway. جبت another shade of the blush انا عندي منه another shade. هيدا الباودر بلاش جبته بالشيد 20 touch of rose. وجبت كمان من عندهم الهاي شاين ليب جلوس بس هالمره جبته ذا كلير وان كثير حلو. هيدا الكلير وان هيدي حدا بحياتي بتحطه نون ستوب وبضلت اقول قديش حلو لازم اشتريه. سو اي فاينلي جات ات ومعها حق 100% هيدا شيد 10 سو جليزد. وجبت كمان لانه زيت ستور صار عندهم 1000 للي ما بيعرف اذا بدكم تجيبوا برودكتس 1000 من لبنان يوز كود ريبيكا اكس زد تحصلوا على 1000 برودكتس ارخص. سو هيدي بعد ما استعملتها ولا مره بعدها مختومه. هيدي ال1000 سان سكرين ان بوتل يعني هيدي كانوا بتشوا على وشكم اسمها سان تاتشبل اول سيت فور سان. هيدي اس بي اف 45 سان بروتكشن اند سيتنج سبراي بعد ما جربتها ولا مره. وجبت الكامو كولر كوركتور ذا بيتش 1 وكتير حلو هيدا اوريدي جربته. واخر شيء جبته بالاوردر تبعي من عند زيت ستور هن تو اوف ذا سيم برودكت يلي هي المبرايه تبع روبي روز تبع روبي بيوتي. سوري بضل صرنا نضيع بيناتهم. هيدي المبرايه اذا عم تنبشوا على مبرايه منيحه حقها دولار بتجنن. قلت انا بدي اجيب وحده للفيلمينج اريا وحده انه تضلها معي انا بالبيت. لا كتير حلو ام غانا جيت مور وحده تضلها معي بالشنطه تبع الشغل ووحده تحطها اذا بدي اعمل ميك اب تبعي برا تكون موجوده معي. anyway عملت اوردر من بيج اسمها يور فيفرت تريو ال بي اي ثينك. هن بينزلوا على طول اوفرز على الواتساب جروب تبعهم. سو في عندهم جروب واتساب اذا بدكم تعملوا فولو بتلاقوا القصص الحلوه عندهم. سو اي جوت فيو. هي بعثت لي جيفت وذ بيرتشس. الجيفت وذ بيرتشس رح بتشوفوها بتاني بارت من الفيديو. سو اول شيء اشتريت من عندهم هيدا الكاتريس كحل كاجال هيدا بالشيد بتعلكم وين الشيد اتس سموير ما بعرف وين اوكي 220 جريز. هيدا هو بعد ما استعملته unfortunately ولا مره. اوكي بس هيدا هو اللون وهيك مفروض يكون من جوا. هيدا رمادي رمادي الميل على ازرق which is personally one of my favorite shades بس ما بشوف كتير عالم عندهم منه او بيحطوا لهيدا الشيد او بيستعملوه. جبت كمان من عندها تو برودكتس من عند شي جلام. واحد منهم بعده مختوم. هيدا البرودكت انا مجربته in another shade يلي هو اسمه شي جلام Pout Perfect Shine Lip Plumper. هالمرة جبته بالشيد هوت كوكوا بس بعد ما فتحته. وجبت هيدا الشي جلام يلي اسمه Brow On Demand 2-in-1 Brow Pencil. هيدا البرودكت is amazing. هلا بعد ما نزل تيك توك فيديو في عندكم ميلي يلي هو بتعلموا فيه الحواجب بطريقة خفيفة وفي عندكم تاني ميلي يلي هو تعملوا الإفكت تبع الشعر شعر على حواجبكم. كيف المعنى مش عم بقدر أقرب لكم كتير برودكتس لأنه حملة هي very heavy box. أنا جبته بأي شيد شيد ما بعرف شو هو الشيد بس ينزل تيك توك فيديو رح تعرفوا بس انه it's really good a good product. جبت كمان تو تحت خليهم هون بالفيلمينج اريا تبعي او تحت خليهم تفسركم في برودكتس انا عطيت بضلهم رايحين جايين معي لانه انا الفيلمينج اريا تبعي وبيتي هن محلين مختلفين. سو في قصص بعوزهم هون وبعوزهم ببيتي اذا بدي اعمل ميك اب هون او اذا بدي اعمل ميك اب بالبيت او ميك اب لحدا انا بعوزهم من بيناتهم هيدول اوكي اللي بيفتحوا بيغمقوا الفاونديشن. سو على طول بضلني اخذ الاثنين اللي معي هون عندي واحد بفتح واحد بغمق واحد من كاتريس واحد من اسنس بضلهم رايحين جايين معي. سو قلت لحالي بما انه شفت عندهم هيدول تبع اتش ان ام اللي بيفتحوا بيغمقوا الفاونديشن قلت لحالي ام غانا جيت ذم. بعدهم مختومين بعد ما استعملتهم ولا مره. اوكي سو ما رح افتحهم بدي اعمل فيرست امبريشن على تيك توك بس اي جوت ذا لايت اند ذا ديب وان. اوكي وكان صارهم كثير حلو عندهم سكر من هيك جبتهم قلت لحالي ساعتها بخلي
برودكتس هون وبرودكتس بضلهم بالبيت، حاج اخذتهم جيبتهم معي كل الوقت. واخر شيء اشتريته من عندها هو هيدا الجلوس. هلا هي بعثت لي جيفت وذ بيرتشس، رح تشوفوها بتاني بارت من الفيديو. هو هيدا ليكل سباركلي ليب جلوس. قلت انا على حالي جايين على فتره الاعياد، بلشنا نعمل كاونت داون لكريسمس. دونت جادج مي. اسمه انتو ذا سنو جلو سباركلي ليب توبر، هيدا بالشيد اي سي سباركل، كتير حلو كتير، بس بعد ما استعملته ولا مره، ناطره هيك مناسبه حتى استعمله. في براند جديده owned by a beautiful and talented makeup artist لبنانيه اسمها كارينا مرعي. البراند اسمها كيان بيوتي. ما بعرف ليش وقتها صورت التيك توك فيديوز ما سميتها هيك، سميتها كارينا مرعي، ما بعرف ليه، ما انتبهت اطلع. So طلعت هي line of lip masks ولاين اوف ليب جلوسز. سو انا جبت واحد من الهايدريتنج ليب جلوسز، جبت واحد من الليب ماسك تبعها. الليب ماسك جبته على توتي فروتي، هول صورت لهم تيك توك فيديو بس بعد ما نزل، وكثير حلوين. الجلوس بجنن على فكره، حطيته كذا مره ليكو ليكو ليكو، استعملي في فرق، شايفين؟ هو على الشوكليت، هنت قبل ما ينزل الفيديو. نزلت لعند بيوتي سبلاش قلبي، نزلت لعندها كذا مره هذا الشهر، هذا لانه وقت يطلع برودكتس جديد بيكون عندها اياهم. سو طلعوا دالي ذا باوتش اللي هي على لون ذا نيو باكجينج تبع سكين كير تبعهم. تخيلوا انا ماشيه ليكو قديش مهضومه اند ووتر بروف. هلا انا السنه يمكن ما بنزل على البحر، بس قلت لحالي ذس ويل كم ان هاندي، سو اي جوت ات اكيد. وجبت كمان من عندها ثلاثة اقلام من الروبي بيوتي اي سلاش لاينرز، هدول الاقلام بعقدوا، اي هايلي ريكومند. جربت اثنين منهم تاد بعد ما جربته، سمعتها هي عم تجرب، مش سمعتها شفتها عم تجرب تو شيدز، سو جربتهم اكزاكتلي ذا سيم. شيد نمبر 2 اللي هو الاحمر يلي انا حطيته اليوم بخط الدمع تبعي، وشيد نمبر 34 يلي هو ذا اورنج، هيدا بعد ما استعملته انا ولا مره انفورشنتلي. وكان بدي شي نيود، وبما انه حبيت الكواليتي تبعهم قلت لحالي ام غانا جيت ذا نيود. نيود هو شيد 41، and again I highly recommend هيدول انكم تجيبون وتجربون، وحقه القلم بس دولارين والكواليتي تبعهم بتعقد. وبلشت ايدي قال بلشت اجري تنميل. Again انا بخلي كل اغلاطي بالفيديوز لانه nobody's perfect. في بيج اسمها Angel Shop Life، Angel Life Shop على تيك توك وعلى انستغرام، بتنزل قصص فيك وبتنزل sometimes real products. سو انا بحب اشتري عندها لانه القصص they are nice وبحمسوا. اوريدي عامله اوردر من عندها قبل، وهالمره عملت عندها another order. اول شيء جبت من عندها الدراي براش، كان من وقت ما نعمل اكسفوليتنج لجسمنا بعد ما استعملتها ولا مره، بس you can count on me انه انا رح اجربها، وكانت كثير رخيصه من عندها. جبت هيدا السيت يلي هو اسمه ايس كريم باودر هاند كريم سيت. سو هيدا خمسه ميني هاند كريمز، حتى منون ميني منون صغار ابدا، الواحد فيه 30 جرام سو منون صغير. اوكي اتس نايس. فتحت واحد، لكم اي واحد فتحته، فتحت ذا ماتشا ايس كريم، هذا هو اللي فتحته اي ثينك، يس هذا هو اللي فتحته. ريحته مش انه حلوه، ريحته دمار دمار دمار، وانا بحب الهاند كريمز اللي ريحتهم كثير طيبه. قلت لحالي بدي اعطي واحد للماما او اثنين وانا اخلي البقوه لالي، وهيك يوزعهم وين ما كان. كتير 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 حلو ريحتهم، ابدا ما كانوا غاليين. هلا الشيء اللي جبته من عندها كمان جبت مرايه، هلأ لكم اياها. هيدي المرايه تبقى معي على طول بالساك، ضلني حنته لانه انا ضلني ضيع المرايات تبعي، باخذهم بجيبهم معي. كثير حلو المرايه، الكواليتي تبعها وكل شيء، انه مرايه بوكيت ميرور. بس اللي اكثر شيء انا كنت متحمسه اجيبه وريحتهم بتسطيل، انا كثير بحب يارا برفيوم تبع لطافه، اتس ماي جو تو وقت بدي اكون هيك فيلينج جيرلي وهيك. سو ذيز ار نوت باي لطافه باي اني مينز، بس كان عندها لحظه تنطلع له الهواء منه شاور جل ليتر، وكان كتير رخيص بريحة يارا، كتير حلو ريحته، بتجنن بتجنن بتجنن، وبيغلي كتير كتير. حبيت the whole experience بقلب الحمام، سو خلينا نحطه قبل ما نوقع الدنيا. أنا I absolutely love it. وجبت كمان يارا هيدا سبراي، يعني بتشوط على فيكم تستعملوه يقضي على روائح الكريهه، ينعش الجو، عطر طويل، الامد، سهل الاستعمال. هيدا يعني نسيت شو بسموه، ملطف جو. سو في عندكم اون واوف، والريحه تبعه كثير طيبه. هلا حطيت له الاوف، انا ما بعرف ليش عم جرب انه افتحه معكم، اتس نوت وركينج هيدا، لانه ام غانا ميك ات ورك اني واي. كثير ريحته حلوه عن جد. اه لا طلع فيه تحته
ريحته بتجنن اكزاكتلي مثل ريحه تيارو. قلت لكم انا بخلي كل اغلاطي بالفيديوز لانه nobody is perfect. عملت اوردر من عند All About You Beauty Shop، هي اكثر محل بحب اشتري من عنده قصص موجودين برات لبنان، هن يوري سمارت او يوري شوب ما بعرف شو صار اسمه. كتير بحب اشتري من عندهم كل شيء لانه اسعارهم بتعقيد الكواليتي تبع البرودكت بعقده. لحظه بدي نزلت لعند بيوتي سبلاش، كمان جبت من عندها ذا نيو كومباكت باودر تبع دالي، جبتها بالشيد ناتورال ساند 2. اوريدي تنزل الفيديو عندي على تيك توك فيديو اذا بتحبوا تشوفوه، هيدي كنا نسيين. anyway All About You Beauty Shop ومحل كتير بحب اشتري من عندهم سبيشي لانه عندها المينيز تبع ذا هاي اند برودكت، سو اف اي كان تراي ذا ميني احسن لانه عندي ميك اب كولكشن سوبر كبيره، وبلس اذا حبيت الميني او الجاريت ان فول سايز هيك انا بفكر. سو اي جوت ا لوت من عندها. جبت ميني ذا نارز بلاش، هيدا مش شيء اورجازم، جربي اورجازم ييرز اجو، هيدا اسمه اورجازم رش. وقتها شفت سواتش انا كنت عم فرجي شو عندها مينيز على الانترنت لقيته كثير حلو، هيدا بعد ما استعملته. جبت ميني اوف ذا سي بلاش، هدول البلاش اللي اسمهم دو بلاش يلي كل العالم going crazy for these، هيدا بالشيد تشيلي بعد ما جربته كمان unfortunately. جبت ميني اوف ذا جوتشي مات ليبستيك كتير حلو اسمه جانيت روست، بيعقد حطيته مرتين تخيلوا قديش حلو هيدا الشيد. جبت ميني اوف ذا تاور 28 ليب جيلي اللي هن الليب جلوسز المعروفين تبع تاور 28 اسمه بيستاشيو لون، كنت متوقعته يكون ريحته بيستاشيو. يو كان سي ذا رايد يوزت لانه كثير حلو، كثير كثير حلو لاكل فراغ، استعملته كثير حلو هيدا الجلوس، ات فيلز اميزنج، بس هيك شوي بامبر لانه انا كنت متوقعته يكون ريحته بيستاشيو. anyway جبت الماسكارا تبع رير بيوتي اللي هي ذا بلاك وان يلي كل العالم بيموت عليها هيدي الماسكارا، حطيتها اليوم بس ينزل اليوتيوب التيك توك فيديو ما كنت بعد وصلت للفورمولا المضبوطه، سو ات واز نايس. بس في لكم اياه هلا يوزينج ات من بعد هيديك ما صورت هيديك الفيديو بفتره، ورث اول ذا هايب، بتجنن بتجنن هيدي الماسكارا، من احلى الماسكارا اللي مجربتهم بحياتي. جبت هيدا السيت تبع المينيز من كوساس، اثنيناتهم مينيز، عندنا ميني اوف ذا ويت ليب اويل وميني اوف ذا اير براو يلي هو كلير ليفتنج تريتمنت جيل للحواجب، وجبت تو مينيز اوف ذا سول دي جينيرو فراجرنس ميست، جبت او برفيوم ميست هن مسميينهم، جبت الريو راديانس هيدي فتحتها واستعملتها على تيك توك فيديو يور غانا سي ات سون، وهيدي بس بعد ما جربتها ولا مره، هيدي 68 يلي اكثر شيء العالم بتحبها، سو اي جوت ذيز. بالنسبه للفول سايز اي جوت بس ال واي اس هيدا البرودكت لانه سمع عنه ذا بيست ريفيو، هيدا نو ليميت كريمي برونزر ستيك جبته بالشيد هارموني اللي هو معمول فور ميديوم سكين اللي هي انه ماي سكين تون، وفي جيفت وذ بيرتشيس اي فيري جينيس وان اللي حابه تشوفوها بتاني بارت من الفيديو. عملت اوردر وشبت قصص من عند بيكسي ما بتلاقون يوجلي بلبنان، ما عرفت اي واحد بده يجيب، قلت لحالي ريبيكا قدام قول يو ديزيرف ات، كنت مفكره حالي مش شاري شيء هيدا الشهر وحياة شو، ما كنت مفكره انه بس بدي اجمع الاغراض رح بيكونوا بس انه اخر جمعتين اللي انا او اخر جمعه اللي انا جبتهم طلعوا كثار. anyway من بيكسي اول شيء جبت يلي اسمها Dreamy Mist هيدي جاسمين اند لافندر، this is a mist بترشوها I think بالليل على وشكم، yes this is an overnight mist. جبت عم نوقع الدنسري صرنا خلينا نحطهم على جنب لانه we don't like that. جبت الهايدريتنج mist يلي هي هيرونيك اسيد اند اوت، هيدي soothing mist، هدول كل اللي عم فرجيكم اياهم بعد ما صار لي مجال استعملهم، سو بس استعملهم يور غانا سي فيديوز عنهم على تيك توك اكيد. جبت الفيتامين ميك اب ويك اب ميست، هيدي اورنج بلاسم اند سيترس اكتريس، هيدي انرجايزنج فيشل واتر، انا مجربه هيدا اللاين تبع بيكسي من زمان وكثير كثير حبيته. جبت الروز جلو ميست، هيدي 7 فلاور اويلز، هيدي انتي اوكسيدنت بايو بوت بوتانيكال بوست، ما عم نعرف نحكي لانه اخر الليل اوكي. والشيء الوحيد اللي جربته من بين هول المست هي هيدي يلي اسمها ميك اب فيكسينج مست، هيدي روز واتر اند جرين تي ميك اب سيتنج مست، هيدي الشيء الوحيد اللي جربته من بيناتهم، بس اكيد الفيديو بعد ما نزل. وجبت ذا فور شيدز، مش انه واحد او اثنين، الاربعه بلا مبالغه تبع اوكي. اجي قلت لكم خلي كل الاغلاط بالفيديوز لانه باريس بيرفكت، جبت الأربعة شيدز تبع بيكسي اون ذا جلو سوبر جلو، سو هدول الستيكس اللي طلعوهم تبع الهايلايترز، عندي البلاشز كثير بحبهم، عندي اون ذا جلو بلاش اون ذا جلو برونزر كثير بحبهم، سو اي جوت شيد
جلدد جولد يلي هو هيك لونه، وبيجي من جوا اللون مثل ما انه محطوط هون، وبيجي لون الباكجينج كمان نفس الشيء. جبت انذر شيد يلي اسمه ايس بيرل، جبت شيد يلي اسمه باتل دو يلي هو ميل على ليلاك، والوحيد اللي جربته من بين هول الاربعه هو الشيد يلي اسمه ناتر لاستر، كثير حلو. سو هيدا هو الهايلايتر، واعطاني ذا جلاس كان لايك نو اذر، بس تيك توك فيديو كان بعد ما نزل. عملت اوردر من عند شي ان انا وقرايبين ولا جوزي يعني هن صاروا قريبيني هلا، اند دايركتلي من عند شي ان. سو رح فرجيكم بس البارت تبع البيوتي. جبت اول شيء هدول السلف ادهيسيف راينستونز، حتى اذا بدي اعمل شيء ارتستيك يكونوا موجودين عندي، مش انه يكون بحاجه انه بدي يكون معي ذا لاش كلو وكل هول التفاصيل تحت احطهم. جبت ذا نيو سيلك هيز كريم برونزر، هيدا صورت لكم فيديو عنه كثير حلو، كثير كثير حبيته، بس بعد ما نزل اسمه بيرنت سيانا، بس ام غانا ابلود ات فيري سون للفيديو، اعمل له اديتنج وابلود ات سون. هيدا اوريدي نزلت لكم عنه فيديو اللي هو ذا نيو جلو هيرو برونزينج دروبس اللي هو دوبلا درانك اليفنت، هيدا الفيديو اوريدي نزل ريسنتلي عندي على تيك توك اذا بدكم تشوفوه. جبت ذا تو شيدز يلي انا معقول اعوزهم من the like magic color correcting concealer، هيدا اوريدي عندي منه كونسيلر بالشيد ماديلاين، بس جبت هالمره the blue and the white concealers لانه I like to mix these مع البرودكتس تبعي. the blue بيلغي الصفار لانه انا like I'm neutral undertone، فيه شوي هيك warm، بس جيب شيء that's very warm undertone، بحب شيء يكون في blue تحت يلغي لي، and the white اذا بدي افتح الكونسيلر او شيء. واخر شيء انا اشتريته finally هن هيدول التو برودكتس الجديد من عند داليا. سو اي جوت ذا نيو برونزينج باودر بالشيد تيراكوتا اللي هو نمبر 1، بيجي هيك لونه، وهيدول اوريدي نزل عنهم فيديو على تيك توك فيونا سي ذم، كثير حلوين. ونزلوا بس انفورشنتلي 1 شيد اوف هايلايتر، ريت نزلوا 2 مثل ما نزلوا بالبرونزر، مع انه بالبرونزر كنت بتمنى لو نزلوا 3 او 4، بس هيدا هو هيدا ستار داست، اتس ريلي نايس. واجين هيدول ريسنتلي نزلت لكم تيك توك فيديوز عنهم اذا بدكم تشوفون. هيك بكون خلصت لكم القصص اللي انا اشتريتها. هلا let's move on للقصص اللي وصلي فور فري. هلا بالنسبة للقصص اللي وصلي فور فري من pages أو من براندز، في قصص وصلي specifically من pages أو براند، في قصص هن purchases أكيد رح أكون عم فسر لكم كل شيء. أول شيء وصلي بوكس من روبي روز ومن عند زات ستور، فيها few products. في عنا أول شيء هيدا الهاني ماسك، هيدا moisturizing facial mask، هيدا the tissue paper mask، وصلوا لي هيدول البيوتي sponges. وصلنا من عندهم هيدي ديو بلاش اللي اسمها نيو فايب، هيدي بالشيد 13، سو عندنا 2 شيدز اوف باودر بلاشز بقلبها. وصل لي هيدا الفيشل لوشن كلانزينج جيل، هيدا تبع ذا كولاجين لاين، هيدا اللاين انا ماني مجربه من عنده شيء، سو هيدا بعد ما جربته كمان. واخر شيء وصل لي بالباكج هو هيدا ليكويد ليبستيك، اي لاف ذيز، هيدول او جي ليكويد ليبستيكس يمكن من اقدم الفورميلاز اللي جربتهم، اند ذيز ار ريلي نايس، هيدا بالشيد 286 اند ات از سوتش اي بريتي شيد. ديجا في باي فاتسي هي بيج، انا كثير بحب اشتري من عندها كل شيء فراجرنسز، انا كاستمر عندها قد ما بحب. طلعوا نيو برودكتس، البرودكتس الجديد هن اي بادي لوشن اند اي بادي سكراب. سو هي بعثت لي هدول، بعثت لي معهم كمان برفيوم، وبعثت لي معهم مسك طهاره حتى كومبلمنت ذا هول وان. اللي بعثت لي اياهم هن على بابل جام، هذا هو السكراب، وكتير غني بالانجريدينتس اذا بتقروا الانجريدينتس. وبعثت لي ذا بادي لوشن مثل ما قلت لكم. البرفيوم يلي بعثت لي اياها معهم هي البينك شيفون، قالت لي ذس ويل سوت ذا سمال. وبعثت لي مسك الطهاره مست على رمان. هيدا الباكج عن جد ريحته قبل ما افتحهم للبرودكتس، انا بعد ما استعملتهم ولا مره بتجنن. وصلت لي هيدي البوكس من كاتر اكس وفي 22 او اتش باي تالا، لانه هي الوكيل الحصري لكاتر اكس. كاتر اكس هي براند كثير معروف، بس انا ماني مجربه من عندها بعد ولا شيء. سو وصل لي هدول البرودكتس، اكشلي كنت ناوي اشتري انا ذا سان سكرين، بس وصل لي بقلب الباكج. سو البرودكتس اللي بعثوا لي هنا، اول شيء ذا 6 بابتايد سكين بوستر، هيدا هالورونيك اسيد ان اي ان اي جي، ما بعرف شو هي ان اي جي، اند امينو اسيد، هيدا اتس اي تونر كثير كثير مشهور عندهم. The famous product اللي كنت حابة أنا أشتره هو الـ Ultra Light Invisible Sunscreen، هيدا sunscreen invisible literally، شايفة أنا عم تستعمله وما مبين إنه حاطين sunscreen و does blend super easily. وآخر شي في عنا هيدول الـ Pimple Patches يلي اسمهم Acne Pimple Master Patches،
واجا معهم هيدي الورقه يلي بتفسر عن كل برودكت. هيدول كان لازم افرجيكم باول فيديو. اول شيء كذا افرجيكم اياهم يلي هي الجيفت تو بيرتشس من عند يوريزمارت. بعثت لي اول شيء هيدي الباليت يلي هي من لاتي لندن، كانت اول مره بجرب لاتي لندن، اسمه تيم ستيفان ذا فامباير دايري لاف ساكس باليت. هيك بتجي الوانها من جوا الشمرز تبعهم. And the mix of color is interesting. هيدي بعثت لي اياها. هيدي تريو اوف ميني كانديز من عند يانكي كاندلز، حطيتهم بالقلب. استعملت 2 اوف ذم، في وحده بعد ما استعملتها، اللي ما استعملتها هي بعد سبايس بومكن، بس كان فيها كمان يا الله كنت متوقع يكون اساميهم هون، الاسامي هن على هدول. استعملنا نحن اثنين بالبيت وريحتهم كثير 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 حلوه. واخر شيء بعثت لي جيفت وذ بيرتشيز هو هيدا ال اي جيرل هايبر كيك لاينر واتر اكتيفيتد. سو هيدا لاينر بتحطوا له مي تو اكتيفيتد، بتجي الريشه هون وريشه كثير كونفينينت. وهيدا هو اللون تبع اللاينر وكثير هين بالاستعمال. اي ديد اوريدي يوز ات بس بعد ما نزلت لكم الفيديو. هلا وقت عملت اوردر من عند يور فيفرت شيو بعثت لي هدول التو برودكتس از جيفت بيرتشيز. اول شيء هي البيوري يلي هن القصص بتحطون هون على المنخار حتى تشيلوا البلاك هيدز. هدول اسمهم 6 كلير اب ستريبس للمنخار. وبعثت لي هيدا الجلاس من عند كاتريس، ولا مره مجربه هدول الجلاسز مع انه سمع عنهم جود ريفيوز. اسمهم باورفول 5 ليكويد ليب بام. هيدا فيه هايلورن فيتامين اي شيا باتر جرين تي اند جوجي بيري، وهيدا بالشيد 10 جلوسي ابريكوت، بس بعد ما استعملته ولا مره. وصل لي باكج من عند الياك، وصار عندي كود على الويب سايت تبع الياك، فوتوا لعندهم على البيج وتشيك ذا ويب سايت، فيكم تستعملوا ريبيكا 10 تو تيت تو جيت 10% ديسكاونت من عندهم. سو وصل لي من عندهم 5 ايتمز. اول شيء هني قالوا لي انا تحت نقي صراحه، وقررت انه ارجع اجيب الاتان ميلك كلانزر من عندهم، لانه هيدا احلى كلانزر استعملته بحياتي. كيف ما هيدا شوي يمكن يكون قاسي على بشرتكم، اذا انتم بشرتكم شوي حساسه بنصحكم تجيبوا الصابونه مش الكلانزر. هيدا بجنن، هيدا خلى بشرتي تكون لايك بيبي سكين بعد ما فتحته، لانه اي هاف ا لوت اوف كلانزرز مفتوحين، بس تراست مي ام غانا اوبن ات فيري سون وبيعقد. كمان حبيت جرب ذا اتان كلان الاتان ميلك فيشل سيروم، جربته كتير سو فار حلو. جبت كمان من عندهم يلي هي المسك وايت مسك، هيدا المسك الابيض، هيدي لكجري برفيوم فروم نيتشر. عملت عنا برفيوم توك يعني فيرست امبريشن على تيك توك بس بعد ما نزلته. نفس الشيء كمان صورت عن هيدي يلي هي الميك اب سيتنج سبراي لونج لاستنج دوبي فينيش انفيوز وذ تي تري. هلا بتشوفوا بالكعب مجمعين قصص، يو هاف تو شيك ات فيري ويل قبل ما تستعمله تتحصل على الدوي افكت، اند ات از ريلي نايس. واخر شيء هو هيدا البوند سيروم يلي هو هير سيروم فور اول هير تايب، هيدا ناوي استعمله فيري سون على شعراتي اكيد واختبره معكم. وصل لي ذا نيو برودكتس من ميبيلين، هن السان كيسر ليكويد بلاشز، هيدا جلو سان كيست تشيكس نوفا كي نيدت. وليكو قدام مهضوم الباكجينج من جوا. سو في عنا 5 شيدز اوف ذا ليكويد بلاشز، اوريدي صرنا مجرب اثنين والكواليتي بتعقد. وعنا هون هيدي البروشور اللي اجت معهم يلي بتفرجيكم الشيدز الخمسه سواتش تحت تعرفوا اي وحده بتستعملهم. هيدول وصلوا لي من خلال فيل 22. وعلى سيرة فيل 22 صار عمرهم 8 سنين، أنا إلي بشتغل مع فيل 22 وقتها كان عمرهم يمكن شي 3 شهور، سو إلي 7 سنين وأكثر من نص بشتغل معهم. سو تو سيليبريت هيدا الشيء بعثوا لنا بوكسز مهضومين كثير، هن إن كولابريشن ويز لوانا تيك اسمهم أي ثينك، يلي هن ببيروت. Correct me if I'm wrong. So أول product بعثوا لنا إياهم nothing beauty related، بس حبيت فرجيكم إياهم لأنه it's something to celebrate إنه هيدا البلاتفورم صار عمره 8 سنين وإن شاء الله من نجاح لنجاح. أول شيء في عنا لحظة كثير بحاجة لك، أنا هلا كثير شوب ليك قديش مهضومة، الحلو بده حلو كثير مهضومة. Sweet for my sweets هون مكتوب حلو مثل القشطة، كثير حلو الديزاين تبع هيدي الهاند فان. ليكل هضامي ليكل هضامي، اي ميني ماج ميني ماج ليتلي. هيدي هي الكوانتيتي تبع المي اللي انا بحاجه لها حتى اشرب ماي كوفي، ذا تراديشنال كوفي فنجان القهوه، بس ان اي ميني ماج كثير مهضوم. واخر شيء بقلب هيدي البوكس في ماجنت للبراد مكتوب من بيروت مع حب. وقت عملت الاوردر من عند All About You Beauty Shop she was very kind and very generous، بعثت لي a full size of the Lancome Idol
لاش ليفتينج فوليمايزنج ماسكارا، هيدي بعدها مخطوبه بعد ما اشتريتها. واخر شيء بدي افرجيكم اياه وصل لي هو مثل كل شهر بيصنع هيوج بوكس من عند كوزمالاين، في معه كارت تخبرنا انه في عنا نيو برودكت من عند كوزمالاين. رح بتشوفوا ون اوف ذيم ان ا بيت، بس خليني اشيل الكرتونه. اوكي سو اول شيء كوزمالاين طلعوا هيوج سايز اند نيو سنت اوف ذا شاور جل. اللي بعتوا لي اياه هو تبع الباشن فروت اند باينابل، اي كان نوت ويت تو تراي ات لانه الريحه كثير طيبه. اوكي وكمان بعتوا لي تو اوف ذا سوفت ويف هاند واش، هيدا على تشيري امبر. وفي عنا هيدا اوريدي اي اون كثير بحب ريحته، هيدا يلي اسمه فاين ليكويد هاند واش، هيدا الوايلد اديشن كثير حلوه حتى الانين اذا بتحبوا تحطوها بحمام الضيوف. اي لاف ذس، وهدول بتلاقون عندي بكل الحمامات بالبيت. بعثوا لي ذس وان يلي هي فيفرت برودكت اوف ماين، وهيدي السنت بالاخص من الرول اون تبع كوزماين كثير بنصحكم عن فيها يلي هي ذا سوفت تاتش اللي هي ذا بيربل وان. بعثوا لي الفيكس نات هير سبراي، سو هيدي سبراي للشعر، هيدي الاكستن هولد يعني up to 10 times. هيدا الشامبو 2 in 1 لمايكولي لابني يلي هو سوفت ويف كيدز، هيدا على كوتن كلاود، سوب فري بارابين فري اند ديرماتولوجي تيستد. واخر شيء في عنا هيدا الانتيميت واش اللي هو غسول مناطق الحساس، هيدا بي اتش 5.5، هيدا كثير بنصحكم فيه اذا عم تنبشوا على شيء افوردبل. وهيك بكون فرجيتكم كل الشيء انا اشتريته ووصل لي باخر شهر هو شهر اب، ما كنت متوقعه هالقد يكون شاريه، بس او ماي جاد اي نيد سم كنترول بالشهر اللي جاي وبالاشهر اللي بقوي لانه ذس از تو ماتش. يعني في عندي ثلاث ارباع قصص لكم بعد ما صلي ما استعملها، and this is not the case بالcollective hauls اللي قبل، انا كنت مجربه most of the products، هالمره ما صلي ما استعمل شيء. And I'm super mad at myself, so لازم اعمل control بالاشهر اللي جاي. Anyway, اذا حبيت هذا الفيديو your likes, your comments, وشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم does help me a lot. وما تنسوا لما تطلع من هذا الفيديو تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتدوروا جرس هون حكي سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو ونطلع لكم two videos per week. كل شيء حطوا على وجهي discount codes وبتلاقون كثير تفاصيل غير and a lot of information. على طول خانة المعلومات تحت معبية بالinformation، فيديوز أنا عملت لكم إياهم، قصص بتساعدكم وكتير قصص صغير، سو شيكوها دايما. بدي أشكركم على وقتكم الثمين كتير، قدرتوا تحضر هذا الفيديو بهذا الوقت كنت كنت عاملة مليار شغلة، بس أنتم هون عم تحضر الفيديو للآخر. أنا I love you a lot for that، وإن الله رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.